بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي، إزيكم يا أبنائي؟ عاملين إيه؟ مكملين يا ولاد حل من كتاب المعاصر نسخة 2024، المنهج الجديد رياضيات. هنشرح النهاردة مسائل اختيار المتعدد، تمارين على درس مقياس الرسم والتناسب. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان الطول في الرسم 2 سنتيمتر والطول الحقيقي 6 متر، فما هو مقياس الرسم؟ مقياس الرسم هو نسبة بين الطول في الرسم والطول الحقيقي. يبقى هنعمل نسبة بين الرسم والحقيقي، الطول في الرسم على الطول الحقيقي. الطول في الرسم كان 2 سنتيمتر والطول الحقيقي 6 متر. يجب أن يكون حدين نفس النسبة بنفس النوع، يبقى هحول من المتر للسنتيمتر أضرب في 100. بعد كده بقسم الطرفين على 2، أو 2 على 2 فيها 1، و600 على 2 فيها 300. يبقى النسبة تطلع 1 إلى 300، إجابتك جيم. السؤال اللي بعده رقم 2، إذا كان مقياس الرسم 1 إلى 1000 والطول في الرسم 2.5 سنتيمتر، فما هو الطول الحقيقي؟ هنا برضه هكتب القانون، أقول له مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم الطول الحقيقي وأعوض فيه. مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. عند مقياس الرسم 1 إلى 1000، وهنا الطول في الرسم كان 2.5 سنتيمتر، الطول الحقيقي أنا عايز أجيبه بالمتر. طيب أنا لما أعمل طرفين فاصلتين الناتج هيطلع سنتيمتر، أحوله المتر ومقاسم على 100. يبقى 1 على 1000 بتساوي 2.5 على إكس، الإكس هنا الطول الحقيقي، يبقى 2.5 في 1000، يبقى الناتج هيطلع 2500 سنتيمتر. عايز أحول بقى من سنتيمتر للمتر، أقسم على 100، يبقى 2500 على 100 هيديني 25 متر. مفهوم يا ولاد؟ يبقى بنكتب القانون نعوض فيه، نعمل طرفين فاصلتين، بعد كده نحول من السنتيمتر للمتر عشان أجيب الطول الحقيقي. الطول الحقيقي بالمتر هو طالب، فالناتج هيطلع 25 متر، يعني الإجابة ب. السؤال اللي بعد رقم 3، إذا كان الطول الحقيقي 90 متر ومقياس الرسم 1 إلى 10 آلاف، فما هو الطول في الرسم في السنتيمتر؟ عندي هنا مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. عوض في مقياس الرسم 1 على 10 آلاف، الطول في الرسم عايز أجيبه، وهنا جاب لي الطول الحقيقي 90 متر. يبقى طلع الإكس هي الطول في الرسم، أقول 1 90 على 10 آلاف. الناتج هنا كان طلع بالمتر، عشان أحوله من متر للسنتيمتر في متر هضرب في 100. خلاص، يبقى انت التمييز كان عندك بالمتر، عايز تحوله لسنتي هتضرب في 100. شيل صفرين مع صفرين، شيل صفر مع صفر، يبقى الاكس بيساوي 9.1 سنتيمتر، هي الطول في الرسم طلع 9.1 سنتيمتر. ده بدال. السؤال اللي بعده رقم 4، إذا كان طول حشرة 3.1 مليمتر وطولها بعد التكبير 4.5 سنتيمتر، فما هي نسبة التكبير؟ نسبة التكبير عندي الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي، يعني مقياس الرسم يا ولاد. طالما تكبير يبقى لازم النسبة تكون أكبر من 1. بص في الاختيارات، عندك اختيار ب و د، يعني إجابتك يا إما ب أو د. طيب خطوات الحل، هنجيب مقياس الرسم النسبة بين الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي.
طول في الرسم كان 3/10 مليمتر، وبعد التكبير إذا كان طول حشرة 3/10 مليمتر، الرسم الحقيقي اقرأ معايا، إذا كان طول حشرة 3/10 مليمتر ده طولها الحقيقي، طولها بعد التكبير 4.5 سنتيمتر. يبقى أنت بتكتب هنا الطول الحقيقي، وهنا إيه؟ وهنا الطول في الرسم. إذا كان طول الحشرة 3/10 مليمتر وطولها بعد التكبير 4.5 سنتيمتر، فما هي نسبة التكبير؟ طبعا بكتب من اليسار لليمين. يجب أن يكون حدي النسبة من نفس النوع يا ولاد، لازم أحول من الكبير للصغير. أنا عندي هنا سنتيمتر وهنا مليمتر، عشان أحول من سنتيمتر لمليمتر هضرب في 10. يبقى أنا هضرب في 10، هنا 4.5 ضرب في 10 عشان تحول تبقى مليمتر زيها. يبقى 4.5 في 10، وهنا 3/10. 4.5 في 10 تبقى 45، وهنا 3/10. هنضرب العددين في 10 عشان نتخلص من العلامة، يبقى هنا 450 وهنا 3. ماشي، نقسم بعد كده على 3. العدد 450 يضرب القسمة على 3 لأن المجموعة قامت بـ9. نجمع 4 زائد 5 9، والـ9 تنفع تقسم على 3. يعني العدد يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3. 4 على 3 فهي 1 وبقى 1، 15 على 3 فهي 5، 0 على 3 هو 0، 3 على 3 فهي 1. يعني نسبة التجميل تبقى 150 إلى 1، إجابتك د. السؤال رقم 5، إذا كان مقياس الرسم أو أي من مقاييس الرسم التالية يعبر عن التصغير. التصغير يا ولاد يعني العدد اللي عندك هيكون أقل من 1، يعني البسط أقل من المقام. هناخد 1 إلى 7000، لأن 1 أقل من 7000. أنت جاي من الشمال أهو، الشمال اليمين، فدي تصغير. يبقى ناخد الإجابة بتاعتي اللي هي ب، تمام؟ تصغير يكون العدد أقل من 1، 1 على 7000 أقل من 1، أو تقول البسط أقل من المقام، يبقى كسر يعني. طيب سؤال 6، أي من مقاييس الرسم التالية يعبر عن التكبير؟ نفس الفكرة، التكبير يبقى الكبير الأول أهو، كبير لأن عدد بسط يقبل قسمة على المقام، يعني البسط هيبقى أكبر من المقام اللي هي العدد 50/1، لأن لما يبقى تكبير لازم مقياس الرسم يكون أكبر من 1. فطالما 50/1 فالـ50 هي أكبر من 1، خلاص نختارها. على سؤال 6، تعال نشوف سؤال 7، إذا كان طول قناة السويس على الخريطة مرسومة بمقياس رسم 1 إلى 1,115 سنتيمتر، فما هو طولها الحقيقي بالكيلومتر؟ نكتب القانون مقياس الرسم، بيساوي طول في الرسم هي الطول الحقيقي. أي مسألة بتجيلنا نعمل النسبة بتاعتنا عادي خالص، نعوض فيها 1 على 1,100,000، وهنا طولها في الرسم 15 سنتيمتر، والطول الحقيقي هنعمله اكس. بس خد بالك الطول الحقيقي لازم تجيبه بالكيلومتر بعد ما تعمل طرفين فاصلتين، يعني الاكس اهي ترمز الطول الحقيقي. هتعمل بقى ايه؟ 15 في 1,100,000 وتقسمها على 100,000. ليه؟ لان انت عايز تحول من السنتيمتر للكيلومتر، هي كانت سنتيمتر وانت عايزها كيلومتر، تعمل ايه عشان تجيب الاكس؟ تقوم محول من السنتيمتر اللي هو جابه لك للكيلومتر. من السنتيمتر يا ولاد اهو، بص سنتيمتر وده كيلومتر. هنا هنا في كام صفر؟ بص 1 2، وهنا في 3 اصفار، يعني 5 اصفار. عشان تحول من السنتيمتر للكيلومتر بتقسم على 100,000، فانت هتقسم على 100,000 هنا. يبقى انت ضربت 15 في 1,100,000 على 1 وقسمت على 100,000، عشان 5 اصفار على 5 اصفار، يبقى عندك الطول الحقيقي هيبقى 15 كيلو متر. خلاص 15، دي 11، 15 في 11 مش 1، دي 11 يا ولد. هنضرب 15 في 11، ماشي، لأن احنا شلنا 5 أصفار مع 5 أصفار ده 11،
بقت 11 مش واحد، 11 تكون أكبر، تديني 165 كيلو متر. خلاص 165 اللي هي الإجابة ب. ننتقل لتمرين رقم 8. إذا كان مقياس رسم خريطة هو كل 1 سنتيمتر على الخريطة بيقابله 30 كيلو متر، يعني لما نجيب لك شريط زي ده اعمل شريط زيه تحت وانقل عليه الأرقام من أول 0 1 2 3 4 وهكذا. هنا 0 30 كيلومتر، 60 كيلومتر، 90 كيلومتر وهكذا. هو بيقول لي وكانت المسافة بينهما، إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 3 سنتيمتر، فما هي المسافة الحقيقية بينهما؟ 3 سنتيمتر يقابلها 90 كيلومتر، يعني إجابتك كده. يبقى كل اللي هتعمله في التمرين ده يا ابني هتعمل خط موازي للخط الموجود فوق، تعمل الشريط زيه بالظبط وتبدأ من 0 1 2 3 4 وهكذا. فهو بيقول لي المسافة الحقيقية تبقى إيه لما يكون الطول في الرسم 3 سنتيمتر؟ هقول 90 كيلومتر. الإجابة جيم، سؤال سهل جدا. طيب تمرين رقم 9. إذا كان كل 1 سنتيمتر في الصورة بيمثل 3 متر في الحقيقة، فما هو الطول الحقيقي للمركب؟ جاب لي الطول في الرسم يا أولاد 2.5 سنتيمتر. بص يا حبيبي، هو جاب لك في المسألة بيقول لك كل 1 سنتيمتر، طبعا أنت بتعمل نسبة بين الرسم إلى الحقيقة، كل 1 سنتيمتر على الرسمة بيمثل 3 متر في الحقيقة، فما هو الطول الحقيقي؟ الطول الحقيقي هرمزه بإكس عندما يكون الطول في الرسم هي 2.5 سنتيمتر. خد بالك يا حبيبي، إحنا عندنا مقياس الرسم نسبة بين الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. يبقى أنا هحولها مسألة تناسب، لأن التناسب معناه تساوي نسبتين أو أكثر، أو تساوي معدلين بنسب متساوية. تمام، يعني آخد 1 سنتيمتر ده أقسمه على 3، وآخد 2.5 أقسمها على إكس، وأعمل طرفين في وسطين، أو أنت تعمل مقص مباشر كده، طرفين في وسطين مباشر. يبقى الإكس هنا اللي هو الطول الحقيقي هتقول له 3 في 2.5 على 1، هيديك الناتج مباشرة من المتر، يبقى 3 في 2.5 ب7.5، يبقى الناتج هيطلع ايه؟ 7.5 متر. الإجابة بتاعتك اللي هي الإجابة د. بالتالي الإجابة بتاعتنا تبقى الإجابة د. السؤال اللي بعده رقم 10. نموذج لطائرة مصنوع بمقياس رسم 1 إلى 1000، ده مقياس الرسم، وطول حق الطائرة في هذا النموذج يساوي 7.6 سنتيمتر، فما هو الطول الحقيقي للطائرة؟ مقياس الرسم نسبة بين طول في الرسم إلى الطول الحقيقي. كتبنا مقياس الرسم، عوضنا بين الطول في الرسم 7.6 سنتيمتر، وعايز اجيب الطول الحقيقي بالمتر. يبقى انا هعمل طرفين في وسطين، او الالف في 7.6 على 1، والناتج اللي هيطلع هحوله من السنتيمتر للمتر، اقسمه على 100. تمام، من السنتيمتر للمتر بقسم على 100، اشيل صفرين مع صفرين واضرب 7.6 × 10، هيطلع معايا الناتج كام؟ 6.70 متر. من رقم 10.